تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة شكر وعرفان من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على رعاية جلالته للتربية والتعليم بما كان له أبلغ الأثر في توفير الخدمات التعليمية بالصورة المطلوبة. أكد وزير التربية والتعليم أن دعم ومساندة جلالته حفظه الله مكن من تحقيق أفضل النتائج في التقارير الدولية وإشاداتها بالمسيرة التعليمية في مملكة البحرين وآخرها تبوؤ مملكة البحرين المركز الأول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة الصادر في شهر يوليو 2019. أشار إلى تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية أكد حدوث تطور في أداء التعليم في مملكة البحرين بشكل لافت خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ تقدم ترتيبه من حيث دوره في التنمية من المرتبة 64 دوليا في عام 2018 إلى المرتبة 39 في عام 2019. وتعهد وزير التربية والتعليم بمواصلة العمل والسير على طريق الإنجازات لتكون راية مملكة البحرين خفاقة في المحافل الدولية بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فبعث برقية جوابية إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم جاء فيها: يطيب لنا بمناسبة افتتاح العام الدراسي 2019-2020 أن نبعث لكم وإلى جميع العاملين في حقل التربية والتعليم باختلاف مواقعهم وأدوارهم وإلى أبنائنا الأعزاء الطلاب الكرام بخالص التهنئة، ونسأل الله أن يكون هذا العام عام خير متميز يحقق طموحات أبنائنا الطلاب وشعبنا الكريم بمستقبل زاهر. يحق لنا جميعا أن نفخر بمنجزات مؤسساتنا التعليمية والعلمية والتربوية التي تسير مع أبنائنا بكل إخلاص واقتدار لإعداد أجيال ناضجة مخلصة تحمل رايات المستقبل وتحقق لهذا الوطن العزيز كل الطموحات في الازدهار والأمن والسلام والرفاه. نقدر وبعمق الدور الكبير الذي تنهضون به سعادتكم في قيادة الحركة التعليمية التربوية، وأن المنجزات التي يشهد بها العالم تتكلم عن نفسها وتحمل شهادات من أجهزة عالمية تملك قدرة التقييم. بارك الله في جهودكم وحقق لأبنائنا البررة كل التقدم والنجاح. وقد أكد الوزير بمناسبة تلقي هذه البرقية الملكية السامية بأنها تحمل إلى العاملين في الحقل التربوي والأبناء الطلبة كل معاني المحبة والتقدير من جلالته الكريم للجميع، شاكرا ومقدرا بكل الاعتزاز هذه المبادرة الكريمة التي تأتي مع بداية هذا العام الدراسي الجديد بما يحفز العاملين في قطاع التربية والتعليم على مزيد من العمل والعطاء والاجتهاد حتى تكون راية مملكة البحرين بإذن الله تعالى عالية خفاقة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا وسندا للوطن والمواطنين.